دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وايضا اهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الدوري المصري الممتاز لكره القدم، وفي اطار الجولات المؤجله من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمكتبة الإسكندرية هتنظم ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان الليالي الرمضانية وأسرار الهوية المصرية، وده هيكون الساعة 9 بالليل بمقر بيت السناري الأثري. الندوة هتركز على سمات التراث المصري والموروث الحضاري المرتبط بشهر رمضان المبارك. النهاردة وفقاً لما أسفر عنه الاجتماع الفني لمباراة طلائع الجيش وأهلي طرابلس الليبي في مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية باستاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، هيرتدي فريق طلائع الجيش الفانيلا الحمراء والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدي فريق أهلي طرابلس الليبي الزي الأبيض بالكامل. النهارده والعشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قويه، المباراه الاولى في اطار الجوله 22 من عمر المسابقه، وهتجمع ما بين الزمالك والمصري الساعه 9:15 بالليل، اما المباراه الثانيه والثالثه فبتاتي في اطار الجوله 23 من عمر المسابقه، وبتجمع ما بين كل من الداخليه وفاركو واسوان وسموحه في نفس التوقيت الساعه 9:15. النهارده والعشاء الدوري الانجليزي موعدهم مع اربع مباريات قويه، ثلاث مباريات منهم في إطار الجولة السابعة المؤجلة من عمر المسابقة، هيلتقي ليدز يونايتد مع نوتنغهام فورست وبورنموث مع برايتون وليستر سيتي مع أستون فيلا الساعة 9:15 بالليل. المباراة الرابعة هتجمع ما بين ليفربول وتشيلسي في إطار الجولة الثامنة المؤجلة من عمر المسابقة، وهتكون الساعة 9:00.